أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقرأ من رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى في أواخر باب الصبر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى المرسلين أجمعين. قال رحمه الله: وعن أبي إبراهيم عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. هذا الحديث هو من أواخر أو آخر حديث في كتاب الصبر، والشاهد فيه: فإذا لقيتموهم فاصبروا. لكن قبل ذلك يذكر بعض الأشياء التي يستفاد منها. منها النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى إذا مالت الشمس، يعني في ميل الشمس معناه ذهاب بعض الحرارة، فيكون الناس في حالة تساعدهم على القتال، ولا يكون فيهم ما يضعفهم، لأن الحر شديد معلوم أنه يضعف. وقالوا: لا تنفروا في الحر. الحر الشديد يضعف الناس، وهو يلبس حديد، لو كان يلبس درع مصنوع من حديد، ففي الحرارة يكون كأنه في فرن، فيأخذ منه ايه؟ رفق القائد بالأتباع. كنا في حرب، فينظر لهم الوقت المناسب والأحوال المناسبة، هذا إن كان قرار الحرب في يده. أما إذا كان العدو هو الذي يهجم، فهذه حالة أخرى، سنقاتل في هذا الوقت. لكن إن كان الأمر بيدي، يعني أنا أرحم ضعفهم، ويؤخذ منه أنه لا يريدهم المهالك، يعني لا يدخلهم في معارك تكون فيه الغلبة الواضحة للأعداء، وإنما يتخير الوقت، ويتخير الزمان، ويتخير المكان، وهكذا. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس إذا احتاجوا إلى خطبة يخطب، ولو كانوا في موضع القتال. لكن هنا يقول: لا تتمنوا لقاء العدو. تمني لقاء العدو، يعني وإن كان ظاهره أنه شيء جيد، لكن في باطنه الاعتماد على القوة. لماذا تتمنى لقاء العدو؟ لأنه قوي. فهنا أنت تنظر إلى قوتك، وهذا يعني منهي عنه: يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا من الله وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن يعني هذا واقع، أن الإنسان لا يغتر بنفسه. ولذلك كثير من الفقهاء مثلا ينهون عن الخروج للمبارزة، خروج لمبارزة العدو. إذا التقى الصفان
هذا يقف هنا وهذا يقف هنا. ومن عادة الحروب أن بعض الأبطال يخرج ويقول من يبارز، فهم يقولون لا المسلمون لا يفعلون ذلك، إلا إذا خرج من الكفار من يقول ذلك يخرج له من المسلمين، لكن أنت لا تبدأ. لماذا يعني؟ أخذا من هذا يعني لا 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 تعتمد على نفسك، لكن إذا خرج العدو لك خلاص لا محالة. ولذلك يعني لو نظرت أنت في التاريخ لا تجد من فعل ذلك من المسلمين. يعني في غزوة بدر الثلاثة الذين خرجوا الكفار هم الذين خرجوا وطلبوا أن يخرج إليهم من المسلمين، فلما خرجوا من الأنصار قالوا يعني أكفاء لكن نريد إخواننا من قريش يعني. فخرج عليهم حمزة وعلي إلى وفي غزوة الأحزاب أيضا خرج إليه مثلا عمرو بن ود كان فارسا قويا جدا وخرج له سيدنا علي رضي الله عنه وقتله. ففي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث هذا يعني جميع الغزوات تجد أن الكفار هم الذين بدأوا. ولذلك النظر بعض الفقهاء يعني رأى ذلك أيضا لا يفعل ذلك المسلمون، لكن إن خرج إليهم الأعداء فيخرج منهم الأبطال من يقاتله من الذين كانوا يخرجون للمبارزة من المشهورين بذلك عبد الله بن المبارك العالم المشهور، يعني كان يخرج وكان شجاعا وقويا، يعني كان ممكن يخرج مبارزة يقتل 10 وده صعب لأن أنت لما تقاتل تتعب، لكن 10 على التوالي يعني الأول قتل الثاني الآن لم يبذل مجهودا، لكن أنت بذلت مجهودا مع الأول فإذا قتلته فالثالث يأتي نشيطا وأنت بذلت مجهودا مع اثنين، فما بالك بقى لما تبارز العاشر تكون قد قاتلت 9. إذن لا تتمنوا لقاء العدو حتى إيه؟ لا يعتمد المسلمون على قواتهم وينسون الاتكال على الله سبحانه وتعالى وأنه هو الناصر، وما النصر إلا من عند الله. وأسأل الله العافية هذه عامة في الصحة في المال في الفتن عامة معك، يعني لأنك إن أقدمت على فتنة أو أقدمت على شيء ممكن أن يكون فيه معصية وأنت تتكل على تقواك وورعك وعلمك وهكذا تقع. وسنن الله يعني لا تحابي أحدا، الذي يقف أمامها هي يعني تطحنه. الإنسان دائما يسأل الله العافية، لكن إن وقع يستعين بالله وينطق صحيح؟ لذلك يقول فإذا لقيتمهم فاصبروا، حينئذ يأتي الصبر على اللقاء. فالصبر هو إيه؟ مجاهدة النفس ومنها المجاهدة على القتال، طبعا هو من أصعب الأشياء على النفس. إنه يعني لا يدخل حرب مثل الألعاب الآن التي يلعبها الناس على الكمبيوتر، يعني لا أنت تدخل وتجد هذا يطعن فيصيح وهذا رأسه تطير، المنظر رهيب صح؟ هاي. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الآن نحن في موقف حرب، فطبعا الخطبة ستتجه إلى تركيز على الثبات، والجنة تحت ظلال السيوف لأن السيوف تخيف. لذلك كان من إيه؟ من مزايا الشهيد أنه لا يفتن في قبر، الشهيد لا يفتن. لماذا؟ قال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. هو يفتن لأنه يرى السيف، هو نفسه جبلت على حب البقاء المسلم والكافر. الله سبحانه وتعالى يريد الدنيا أن تبقى إلى الكلمة التي قدرها في آخر
حياة الدنيا، صحيح؟ ولذلك وضع فيه أنه يفر من الأشياء التي تهلكه، حتى الذي يريد قتل نفسه يعني ضاقت عليه الدنيا يلقي نفسه في الماء ليموت، لكن أول ما ينزل في الماء يقول أنقذون، لأنه ركب فيه حب البقاء، صحيح؟ وحتى يتم البلاء، لكن لو الناس تحب الموت ويقول لهم جاهدوا في سبيل الله كلهم يموتون، صح؟ لكن لما يركب فيهم حب البقاء ويقول لهم قاتلوا في سبيل الله، هنا يكون الامتحان. ثم استعانة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال دائما في أحواله، الدعاء اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. فضل الله سبحانه وتعالى في الدين وهو أنه ينزل علينا الكتاب فتتم الهداية به، وأمور المعاش منها المطر الذي نشرب منه وينبت به النبات والحيوان وهكذا، وهزم الأحزاب وإن تكتل علينا الأعداء وكانوا كثيرين فأنت وحدك الذي تهزمهم كما هزمهم في غزوة الأحزاب، وإلى الآن الناس يقولون وهزم الأحزاب وحد في صلاة العيد مثلا. فلما أثنى على الله سبحانه وتعالى الآن تدعو اهزمهم وانصرنا عليهم تأكيد. وهذا كان ختام باب الصبر، فإذا لقيتموهم فاصبروا، والجهاد هو نوع من الصبر أمام العدو. ماشي، اتفضل. باب الصدق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. نعم، يعني هو أتى في باب الصدق، والصدق ضد الكذب طبعا. والإنسان يعامل بالخير الذي يقدمه، يعامل الإله الذي هو يطلع على ظاهرك وباطنك أيضا، فلابد أن تكون صادقا معه، لا تأتي بأفعال في الظاهر هي تخالف في حقيقة الأمر الباطن. من هذا إيه؟ وإن نفع مع الناس في الدنيا لا ينفعه مع الله سبحانه وتعالى. والكذب في كل شيء، قالوا في الأقوال وهذا واضح، وفي الأفعال أيضا، أن تفعل ما يوافق ما استقر في قلبك، يعني لا تظهر التقى وتكون أنت بعكس ذلك. يعني لو من باب المعصية يعني يكون الأمر هينا، لا يكون من باب النفاق، لأن الكاذب أيضا يدخل في باب العقائد. لو كذب الإنسان في عقيدته قد يكون مشركا أكبر أو أصغر بحسب، أكبر لو كان منافقا كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس في عهده، وإن كان نفاقا أصغر يعني يكون كما نقع في جميع أحيان الإنسان، يأتي بأفعال صالحة ويتلعب به الشيطان، يعني يجعل نيته غير خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الصدق يهدي إلى البر، يعني هي سلسلة كل واحدة منها توصل إلى أختها. الصدق هذا يهدي إلى البر،
الصدق كما قلنا في الظاهر وفي الباطن. من الأشياء التي تصد الإنسان عن فعل المعاصي أن يكون صادقا. لماذا يفعل الصغار أشياء خطأ كثيرة؟ لأنه يعلم أنا سأفعل كذا، إن سألني المدرس أو أبي أو أمي أكذب، أنت ضربت فلان لم أضربه، أنت سرقت لم أسرق، خلاص انتهت المشكلة، تحل بسهولة. فإذا حلت المشكلة بسهولة يعني يكثر من ذلك، يكثر من المخالفات كثيرة، لأنه يعلم المفتاح الذي تنتهي به المشكلة. لكن لو صدق يعلم أنه لن يكذب، سيقلل مخالفاته. أنت فلان سرقت، نعم، يستحي لا يفعل ذلك مرة أخرى. فإن صدق مع الناس فهذا سيهدي إلى فعل الخيرات وإلى ترك المنكرات جملة، أو على الأقل يترك أكثرها. لماذا؟ لأنه إن سئل عن فعل المعاصي فإنه سيصدق، فحينئذ لن يفعلها، صح؟ وهذا في الكبار أيضا. يعني لماذا اشتكي الناس الآن من العمال مثلا؟ يا فلان أنت تأتيني عندي مثلا سباكة فيها تريد إصلاح، متى ستأتيني؟ غدا الساعة 7 غدا تجدوني عندك، وهكذا يعني. فلماذا يعني يفعلون ذلك؟ يعني هو يظن أنه يخادع الناس يعني بذلك وتستقيم أموره. لكن هذا يعني يقع في الكذب ويقع في ظلم الناس، فلا يهدى إلى البر. لكن الصادق يسوقه صدقه إلى فعل الخيرات، ومن يفعل الخيرات يوصله إلى الجنة، صحيح؟ والعكس، الرجل الذي يكذب يبقى الأول ما زلنا معه لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، صحيح؟ نعم. طيب الصديق طبعا هذا أعلى المقامات بعد الأنبياء، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. لكن هو لابد أن إيه؟ يصدق ويتحرى الصدق كما في بعض الروايات الأخرى، يعني يجتهد. لأن طبعا الصدق، هل الصدق يعني سهل؟ لا طبعا، لأن الإنسان لابد من أن يفعل المخالفات كثيرا أو قليلا، ويقع في بعض الأمور، هذه الأمور قد يستحي منها، أن يقول فعل المعصية، أن يقصر في الطاعة أيضا فيستحي من ذلك، وهكذا. فلو أنه يصدق مع فذلك يدل على أنه إيه؟ يخاف من الله أكثر من خوفه من الناس، صحيح؟ لما يتحرى الصدق يتحول الصدق في حياته إلى عادة، خلاص تعرف برمجة الكمبيوتر لا يكذب، فهو يبرمج نفسه على أنه لن يكذب بعد ذلك. لكن قلنا لو صدق قد يقع في السجن، صح؟ ويقع في اللوم من الناس، وهكذا. فالصدق إذن ليس سهلا، صحيح. هناك مواقف تجعلك ترى أمامك الشيطان يزين لك أن الكذب هو النجاة، صحيح؟ فلو أنت تتحمل هذا الألم، ألم على بدنك أو الألم النفسي كما يقولون، لأنك لا تريد أن تكذب، حينئذ يكتبك الله عنده صديقا. أما العكس فالكذب يهدي إلى الفجور، المعاصي، والمعاصي ستؤول بصاحبها إلى النار. طيب الرجل يكذب، يعني كل ابن آدم خطأ، هو سيكذب، لكن
لا يتحرى الكذب، يعني بحيث كل شيء عنده خلاص. فلان يتصل بك وقل له كذا كذا، فلان قل له كذا كذا، خلاص صارت هذه حياته. لكن لما يكذب ويتحرى الكذب، طبعا هذا الكذب يترتب عليه معاصي، صح؟ تأخير في المواعيد، أكل أموال الناس بالباطل. هو لماذا يكذب؟ لأنه في موضع خطأ ويريد أن يتهرب منه. يكتب عند الله كذابا، هذه مصيبة، مصيبة، يكتب عند الله كذابا. هناك حديث في، يعني أخرجه الحاكم وصححه في المختار أيضا، يقول إن لله ملائكة ينطقون على ألسنة ابن آدم بما في المرء من الخير أو الشر. يعني هناك إنسان، هذا الإنسان فيه خير، نحن لا نعلم الخير، أنا أراه يمشي في الشارع لا أعلم من هو، لم أتعامل معه، لكن لما أذهب مثلا أشتري شيئا من الدكان، أرى صاحب الدكان يقول ترى هذا الرجل الذي يمشي أمامك، يعني هذا إنسان جيد ومؤمن وتقي وكذا وكذا، هو لا يسمعه. فالملائكة الآن هي التي تنطق على ألسنتها. طب كيف تنطق؟ يعني مناوي يقول إيه؟ مثل الذي يدخل في بدنه الجن، لو تلبس به الجن ينطق على لسان، ينطبق لسان على لسان، بعيد هو يحرك اللسان لكن الجن الآن هو الذي يتكلم، مثل الهاكرز الآن على الكمبيوتر تماما، يعني فهم؟ هو يدخل لأن هو الذي يتحكم، يتحكم في الماوس، يتحكم في كل شيء. تفهمون ذلك؟ تفهم؟ فالجن يفعل ذلك، والملك أيضا يفعل ذلك. فالملك يثني على الناس بما فيه من خير أو من شر. فحينئذ إن وجدت، يعني إن كان النوع الثاني الذي يكذب وتحرى الكذب ويرى يعني أن الناس لا يفقهونه، لكن طبعا كل الناس يعلمون أنه كذاب، والآن ستتناوله ألسنته، بل سينطق الله سبحانه وتعالى ألسنة الناس عن طريق الملائكة، فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. إنه الإنسان يكذب ويتحرى الكذب ويفجر ويظلم هذا ويفعل الشر ويتهرب من العقوبة بالكذب، ثم بعد ذلك يقول للناس يتكلمون عني ويغتابونني. لا، أحيانا الذي يتكلم على ألسنة الناس هم الملائكة. كيف ستقدره؟ تقدره بفجور هذا الرجل، أنا وجدته يكذب كثيرا جدا، إذا الآن الألسنة التي تناله هي ألسنة الملائكة في حقيقة الأمر. مفهوم؟ الإنسان الآن لا يلومن إلا نفسه، أنت الذي جعلت الله سبحانه وتعالى الآن هو الذي يفعل بك ذلك وليس الناس. لأنه يعني هو يريد أن يكذب ويفجر ويفعل معاصي، ثم بعد ذلك إذا بدأ الناس يتكلمون عنه يستتر بالشر ويأتي بالغيبة، هذا يغتابني، هذا يفعل. طب وأنت لماذا تكذب يعني؟ الآن تذهب إلى الشرع والكذب، أليس هذا أيضا منعه الشرع؟ لا. فلما يفجر الإنسان كثيرا يجد الناس يغتابونه، فبدلا من أن يتمادى في غيه وفي شره كان لابد أن يراجع نفسه. يعني لماذا أطلق الله ألسنة الناس بالثناء علي شرا، بدلا من أن أدافع عن نفسي؟ لا، أعود الآن، لأن هؤلاء لما الجنازة مرت وأثنوا علي خيرا قال وجبت، صحيح في الحديث المشهور، ولما أثنوا علي شرا قال وجبت. هؤلاء الذين الآن يتناولونك بالنقد
هم ايضا لما تموت هم سيثنون عليك او سيثنون عليك شرا. فنقول وجبت. صحيح؟ فالنظام الكاذب وما يسمونه المصريون بالفهلاوه، خلاص عندك مشكله مع فلان، لا لا دعني انا اقابله، يا فلان كذا كذا، والله هذا الرجل يعني كان سياتيك ولكن امه ماتت، خلاص، او يعني سرق ماله، كان ياتي اليك بالمال الذي لكن خرج عليه قطاع الطرق في الطريق، خلاص انهى المشكله هو. لكن تكتب عند الله كذابا، يثني عليك الناس شرا في حياتك ثم يثنون عليك شرا في مماتك، فتكون النتيجة وجبت، وحينئذ لا ينفعك كذبك، فيأتيك الملكان فانظر ماذا تكون الإجابة حينئذ. هل تستطيع النطق بالإجابة أم هذا اللسان الذي تعود الكذب والفجور لا يستطيع الإجابة؟ الله أعلم. صحيح؟ قد يجيب في الآخر لأنه ربما يكون على الإسلام أيضا، لكن قد يعذب بأنه لا يستطيع الإجابة على أسئلة الملكين بسرعة فيخاف ويضطرب. صحيح؟ وكما قلنا أن هذا الكذب سيكون معه معصية في الغالب، يكون معه معصية، لأن الكذب ما هو الكذب قد يكون يعني في شيء مباح، هل شربت هذا الشيء؟ لم أشربه، لكن لو أخذ أموال الناس بالباطل والآن يقولون هل أخذت هذا المال؟ فهو يقول لا لم أخذ، لم أسرق. فالكذب الآن اقترن إيه؟ بسرقة. الكذب اقترن بسرقة، الكذب اقترن بقتل، وهكذا. لأن الكذب لا يكون منفردا، لابد أن يكون معه شيء آخر. فإن كان الكذب هذه هي عقوبته فلا تنسى العقوبات الأخرى المقترنة بالكذب كالسرقة والقتل إلى آخره. مفهوم؟ يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وأن يعيننا على الصدق، لكن الإنسان ينوي الصدق والله هو المعين. وهذا طبعا لن يتأتى مرة واحدة، إنسان مثلا يكذب فنقول له تحرى الصدق، فهل يعني نتصور أنه سيترك الكذب مرة واحدة؟ في الحقيقة لا، لكن لا ييأس، لا ييأس، يعني إن كان يكذب كل يوم ويبدأ يتحرى الصدق يكذب كل أسبوع ثم بعد ذلك كل شهر وهكذا. مفهوم؟ وطبعا الأصل في الكذب أنه إيه؟ أنه حرام، الأصل في الكذب أنه حرام. قد يباح بقى عند إيه؟ ما بين الرجل والمرأة وزوجته يعني، أو في الحروب أو في الإصلاح بين الناس، لكن الأصل أنه محرم. يستثنى من ذلك ما أتى به الشرع، وبعضهم يقول لا، ما استثناه الشرع ليس من سبيل الكذب وإنما هو من سبيل إيه؟ التورية، يعني توري في الكلام لكن لا تكذب، وأنت توري ما استطعت إلى ذلك سبيلا، يعني إن اضطررت يعني حاول ألا تكذب حتى يكون يعني لسانك قد تعود على الصدق دائما، لكن لا تكثر من التورية في الأمور العادية. إنسان مثلا يكثر من التورية جدا، فزوجته مثلا أو أهله في البيت، أين كنت فلان؟ أنا كنت مثلا في الجولة. طب يعني كنت خارج في سبيل الله يعني في الجولة؟ يقول لا لا، هو كان في جولة أخرى يعني جولة لغوية، كان في مباراة مثلا كرة ولا شيء، فاهم؟ فبعد ذلك من يتعاملون معك لن يصدقوه. صحيح؟ أنت لا تكذب ولكن تتعامل معه بالتورية كثيرة، فالآن صاروا في شك من أمرك، كلما تقول لهم شيئا يرتبون فيك، هل أنت تصدق أو توري؟ تدخل في مشاكل فعلية، فعلا تدخل في مشاكل، ثم بعد ذلك يعني من السبب؟ أنت. لكن احنا قلنا الأصل فيه الصدق، إن اضطررت أو خفت أو كان معك شيء من الشر فحاول أن تعمل بالتورية كما قلتم،
وليس بالكذب حتى لا يتعود لسانك ذلك، لانك لو يعني طبعا الشيطان يريد ان ينقص من المنزله التي انت فيها، انت الان في منزله الصدق فيقول لك ور، والتوريه ليست بكذب فتنزل ثم تستقر عند هذا المقام، مقام التوريه، ولا تطلع فوق. عند التوريه ستحدث لك مشاكل مع الاسره واولادك يتعلمون منك، انت توري عليهم ايضا سيورون عليك، وتصير الاسره كلها في توريه، اسره التوريه. صحيح؟ لا، لكن لما تصدق يعني ان شاء الله يطمئنون اليك. تفضل. التوريه هذا اصلا حرام، حكمه حرام؟ لا، ليس بحرام، لانه لا يقول كذبا ولكنه يكني عن الاشياء. مثلا على سبيل المزاح كذب، ايوه، ان تريد ان تمزح لا تكذب حتى في المزاح، كويس، هذه مساله جيده، لا تمزح لكن ايه؟ توار، تكني، مفهوم؟ يعني تاتي في مزاحك لا باس، لكن تستخدم الكنايات ولا تستخدم الكذب. يعني ممكن مثلا تقول يعني انا بالامس كنت اصلي وراء سيدنا محمد. كيف تصلي خلف سيدنا محمد؟ يقول انت تكذب. يقول لا والله انا كنت اصلي بالامس خلف سيدنا محمد بن عبد الله. وهو الامام فعلا يكون اسمه محمد بن عبد الله. فانت لن تمزح، صح؟ لكن لا تقول ذلك على سبيل يعني يجعلونك من اولياء، لا، لكن على سبيل المزاح ثم توضح لهم هذا وارد، يعني وارد مثلا مثل الذي كان بعض الكبار، يعني مثلا انا صائم، تاكل يا فلان انا صائم، ثم بعد ذلك ياتي ابو هريره بالشاي يشرب الشاي، انت صائم، يعني انا صائم عن الحرام، انا صائم عن كذا، فكان اذا كانوا يستخدمون ذلك، لكن لا تاكل، لكن ستجد بعد ذلك المتعة، المتعة في الصدق، وخاصة طالب الحديث، طالب الحديث هو أولى الناس بالمحافظة على الصدق وعدم الكذب، لأنه في كل ما يقرأ في تراجم الرواة فلان كان يكذب، فلان كان لا يضبط، فلان كان، فهو يتحرى الصدق ويتحرى المحافظة على الألفاظ ولا يأتي بالمعنى بقدر المستطاع، لأن الكلمة تفرق، كلمة واحدة، قيد واحد يخرج من عبارات الناس تختلف به الأحكام، مفهوم؟ فطالب الحديث هو أولى الناس بالصدق وترك الكذب، لأنه يدرس فيما يدرس كل يوم في كل إسناد أن الكذب ماذا يفعل بصاحبه. حتى المدلس الذي كان يدلس، حتى لو كان إماما من الأئمة وعلما من الأعلام بالأمة، كشفه الله سبحانه وتعالى حتى قال فيه الناس وتكلمت الملائكة على ألسنة الناس بأن فلانا مدلس إلى الآن، صح؟ فإن كان الله سبحانه وتعالى لم يستر هؤلاء فكيف سيفعل بنا؟ لا، قلنا سنن الله سبحانه وتعالى لا يقف امام احد ولا تحابي احد، حتى لو كان اماما، حتى لو كان اماما، والله سبحانه وتعالى يحفظ له دينه وورعه وعلمه، ولكن تطبق عليه سنن ايضا. صحيح؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله، الحمد لله.